اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعة دي انا اللي موردها للجامعة، كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، المال اللي بتشربوها مية مرجان، الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان، الملابس الداخلية اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلتلك الملابس الداخلية؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخلية، هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخلية. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفاية قوي اللي حصل النهاردة الصبح في الجامعة. تو ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي ما كتبتوش، اعملوا لي محكمة بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، أول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زبالة. وبعدين أنا عملت كده عشان إيه؟ مش عشان أعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما أنتوا بتقولوا؟ أنت عارف يا أستاذ مرجان، أنت ناقصك شيء مهم جدا. إيه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ إنك تتعلم. نعم؟ تتعلم. أيوه يا بابا تتعلم. وتاخد شهادة. ما هو مش معقولة تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهادة إيه وميريت إيه؟ النهاردة الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفة، لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعة تشحطوا، والحكومة خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش أي لازمة كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص أروح أقدم في مدرسة وألبس مريالة وأرجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم إنك بتقول ده بسخرية وكأنها نكتة، لكن لو عايز رأيي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انتوا على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجة من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصية عامة، ناس كتير هتدور وراك، فملوش لازمة وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي، ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، أنا ولادي دماغتهم جزمة قديمة زي كفاية حكاية الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهادة من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين، ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف إيه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أمرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من أي حاجة؟ لا لا لا، المشكلة مش مشكلة الأولاد، المشكلة مشكلتي أنا. بس قبل ما نتكلم في أي مشكلة، ده شيك مني كده بالمبلغ على ما أوصل لتجديد مبالي الجامعة. ده شيء كتير. ده كلام زيادة والله. أخباري معامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجبي؟ أيوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله، سيادتك عامل حساب الجناين. أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجبي. أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية، هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم. تكلم سيادة الوزير، انسى فريت ريفير بطل، دي مسألة بسيطة جدا. طب دلوقتي أنا عارف إن الدراسة ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجبي. أنا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله.
ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. شريف قول لي يا ميه. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماي. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه، ده رئيس اسره نور الحق ومحبتها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ أيوة. أصل يعني مؤاخذة أنا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. أكتب اللي أعرفه. إحنا مع بعض مهاميهم، ها؟ نشغل بعض شوية، وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هدية مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ مسموح نبص في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني مسمح لكم كده انك انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه؟ اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهارده زهر النبي، هيثم دبور منوره باهلها. مرجان احمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقه دي برجليه؟ ايه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين انا متاسف جدا يا دكتور، انا الوقت سراني وانا في المكتبه بعمل ريسيرش. وبعدين انت متاخر ربع ساعه المحاضره يا عدي. انت عارف النهارده في اكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا ابله يعني عشان ما تقولش. وانا مش ابله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همد لك الامتحان ربع ساعة. مش ايه بقى تبدل الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي. لا بقى ده كوسة بقى. كوسة انا من كوسة. هنعمل بقى شوية كل واحد يعمل. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهارده، برافو. عدي ما تكلمش حد. غريب جرين.
تشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت ابله حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش ابله والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا هيثم؟ الجي اللي هي جمجمه.